بلا منازع أصبح مرض العصر الذي يشكل تحدياً مختلفاً أمام منظمة الصحة العالمية هو مرض السمنة، المرض الأكثر انتشاراً بينما يزيد عن مليار شخص حول العالم وفقاً للعديد من الدراسات. وفي يوم الرابع من مارس الموافق لليوم العالمي للسمنة، أعلنت منظمة الصحة العالمية بأنها تواجه تحدياً في سرعة انتشار وزيادة المصابين بالسمنة، حيث كان يتوقع العلماء أن حاجز المليار مصاب قد يتم تجاوزه بحلول عام 2030، ولكن ما حدث هذا العام كانت مفاجأة بإصابة أكثر من مليار شخص من بينهم مراهقون وأطفال. بينما أعلنت الدراسة التي أجريت مؤخراً على أكثر من 220 مليون شخص عن تزايد نسبة السمنة بشكل كبير في البلدان متوسطة ومحدودة الدخل عن غيرها من الدول، بينما كانت المفاجأة بسرعة وتيرة إصابة السيدات عن الرجال بحوالي الضعف، حيث أثبت إصابة 504 ملايين امرأة مقابل 374 مليون رجل. وتعد السمنة من الأمراض الأشد خطورة لأنها قد تؤدي إلى أمراض مزمنة كالقصور في القلب وانسداد الشرايين والسكري والجلطات وغيرها، وقد تؤدي إلى الوفاة.